Et gracias mucho. Ok. يشهد الأحداث مشاهدينا اكتشاف وصول رجال الإسعاف الإسبانيين إلى المغرب من أجل تقديم مساعدة من مناطق متضررة من الزلزال، فشكرا لكل الدول اللي قدمت المساعدات للمغرب. يعني في هذه اللحظة كتشاهدوا معنا رجال إسعاف إسبانيين من أجل المساعدة. إذا في هذه اللحظة كنت أوصل له صافي كتلاحظوا معنا، فشكرا لدولة اسبانيا في هذه اللحظات وصول سيارة اسعاف اسبانيا وكذلك رجال اسعاف اسبانيين الى المناطق المتضررة بالزلزال بالمغرب، فكل الشكر موصول لكل الدول اللي كتعاون ولكل من ساهر واللي كيعاون المغرب في الفاجعة. السلطات ديالنا دايره ما في الجهد ديالها، فشكرا لكل من كيقدم مساعدات للمغرب والله يرحم هاد الناس. وراه كنقول لكم الصورة كيما غتشوفوا شنو هو كاين، ما غتشوفوا شنو هو واقع. دين في هذه اللحظات إذن كل الشكر لكل الدول اللي كتقدم مساعدات للمغاربة، وكل الشكر لجميع الدول، فالشكر للدول في إسبانيا اللي كتقدم مساعدات، اللي كتساهم برجال إسعاف، اللي كتساهم برجال الوقاية المدنية ديالهم هما من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. تحية كبيرة صراحة، هادشي كيحز في النفس وخلينا أننا اوكي